الشيطان لا يتمثل بي. ولقد رؤي الرسول صلى الله عليه وسلم يعبر ووراءه شباب المسلمين، فاخذ القائد القرار، قرار الحرب، ووقف الامام من فوق المنبر الازرق الذي يقف عليه الائمه في كل ملمه، ونادى الملوك والرؤساء والشعوب وقال لهم: هذه حرب في سبيل الله، من مات فيها فهو شهيد، ومن تراجع مات على شعبة من شعب الدفاع. وتقدموا وحقق الله النصر بعونه سبحانه، بقدرته سبحانه، قهر الجيش الذي كانوا يقولون عنه لا يقدر. وأخذت المدارس العسكرية في الأرض تتدارس هذه الموقعة، وكيف انتصر أبناء قواتنا المسلحة يوم نصر الضراب للبرد. إني قد تفيأت فيك ظلا ظليلا، وعلى ربوتي جنانة أنشدت قريدا، وفى أولاد النيلة تحت تلك الأجواء جال خيالي، ردت للشعر للحمى تبتيلا، فتسمعت نغمة من وريقاء متروس تفدي إلي هديلا، فرفعت البنود فوق العوالي والأزاهير فوقها إكليلا، وسألت السماء كيف انتصرنا، وكأن الهتاف من جبريل لا تسأل عنه كيف كان وأنسى، إن ربي بالنصر كان كفيلا، قاهر ناصر قوي متين مالك الملك فاتخذه وكيلا. نعم، الوعد الإيماني الذي كان يتجلى في هذه الموقعة ما زال معنا الآن من أبطال هذه الحرب، من يعيشون معنا الآن. وكلما رأيت واحدا أتذكر أبطال يوم بدر وأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم الذين كانوا يجدون بأرواحهم ويرون الجنة بعيونهم. عندما أرسل زينب إلى سعد بن الربيع وقال له الحبيب الشفيع صلى الله عليه وسلم: انظر اخاك سعد بن الربيع، افي الاموات هو ام في الاحياء؟ ان رايت به غضب قل له رسول الله يكرمك السلام ويقول لك كيف تجده، يعني ما حالك الان؟ فراح يبحث عنه فوجده في اخر ربط من الحياه، فقال له: يا سعد، رسول الله يكرمك السلام ويقول لك كيف تجدك الآن، يعني ما حالك؟ فقال: وعلى رسول الله السلام، وعليك يا سبيل السلام، قل لرسول الله إني الآن على الجنة وأشم رائحتها. صلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله، يا من أرسلت البعد الإيماني في أصحابك فسرى اليوم فينا. ويا أيها الإخوة الأحباب، إن كنا نعيش ذكرى هذه المعركة الخالدة فإننا نذكر بكل إقبال أولئك الذين ضحوا بأرواحهم، أولئك الذين بذلوا أغلى ما يملكون دفاعا عن هذا الوطن الإسلامي، دفاعا عن هذه الأمة وعن عقيدتها وعن أمتها. من أجل ذلك وجب علينا أن نحيي وحدها، وأن نحافظ على تراثنا وعلى أبنائنا وعلى أسرنا، وأن نقول لقواتنا المسلحة وأبناء الشرطة ورجال الأمن الذين يقومون على خدمة الوطن ويسهرون على أمنه: كونوا على يقين أن الله سبحانه وتعالى كان محفلا عظيما بالأمس حضره محافظ هذه المحافظة ورائدها ووضعه تحت رعايته، لأن مدينة بورسعيد مدينة باسئة، هي مدينة الصمود، هي مدينة البسالة، هي التي انتفضت للعمال الثلاثي وخرجت شيبا وشبانا ورجالا ونساء وأطفالا، ولم يكن المهانة حتى نصرهم الله، لاح في الشرق فجرها وسماها
وهداها وشمسها وضحاها الدليل الرياضي أنها قروبا بين أخناتها وفوق ربالها دوعات ضربات حوت كل ليس يرقب السعد يانعا من علاها هي بين الأفواه سائحة الحق لفظها السعد والهنا معناها من سعيد فلا تسلي عنها من سعيد وهذه سيد نعم نذكر المواقف للأبطال والشرفاء من أبناء أمتنا الذين ضحوا بأرواحهم من أجل الحق ومن أجل نصرة الدين والعقيدة والوطن ونتذكر هذا مع البعد الإيماني الذي حقق النصر وما النصر إلا من عند الله فهو وحده القادر الناصر فعلينا أن نحيو حظوة آبائنا وأجدادنا وقادتنا الشرفاء منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدل تبديلا ويقول سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها أو كما قال التائب من الذنب كمن لا ذنب له قل ادعوا الله يستجب الوفي المخلص